الرسام الساخر أو الرسم الساخر أسلوب فني يضخم بعض أجزاء الرسم أو يقلص أجزاء أخرى على غير المعتاد للطرافة والدعابة وأحيانا إثارة السخرية. شاب يمني مغترب وجد في الرسم الساخر طريقة للخروج عن المألوف والبحث عن مساحة للضحك والمرح بعيدا عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون داخل اليمن وخارجه، فرسم المشاهير والفنانين وشخصيات عدة بطريقة بسيطة ومضحكة. هذه الرسمات نالت إعجاب الكثيرين وأصبح له متابعون ومعجبون كثر يفضلون ما يقدمه. نتعرف عبر ديوان بلقيس اليوم على يعني أكثر حول هذا الرسام وما يقوم به. نرحب معنا عبر السكايب الرسام الساخر محبوب الشبيبي، يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك. يا مرحبا وأهلا فيكم جميعا. بداية يعني أستاذ محبوب، أنا حابة أعرف من فين أجت لك أصلا هذه الفكرة، رسم الناس بطريقة هذه المضحكة؟ الفكرة جاءت لي أصلاً، أنا من يوم وأنا صغير وأنا في المدرسة كان أحب دائماً الرسم بشكل عام، مش الرسم الكاريكاتيري الكوميدي وليس الساخر الكوميدي. لكن جاءت لي موقف تقريباً قبل 4 أو 5 سنوات من صديق رسام لي، طالبت عدة مرات أنه يرسمني فرفض، فاضطريت أنه أنا أقوم أرسم نفسي بالموجود يعني بالحاصل. رسمت نفسي وتقبلوها أصدقائي واستمرينا على هذا المنهج إلى وقتنا الحالي. يعني أنت تتقصد هذا الأسلوب وهذه الطريقة في الرسم، هل أنت مثلا عندك طرق مختلفة أيضا للرسم؟ لأنه أنا واضح لما زرت مواقع التواصل الاجتماعي شفت أنه عندك أسلوب واحد، هل في أيضا أساليب أخرى أنت ممكن ترسم فيها كمان؟ لا، الرسم الحقيقي لا ما اتقنه جيد، لكن انه انا وجدت ان الناس متقبلين الفكره هذه بشكل يعني ايجابي وتقبلوها بشكل يعني اسلوب طيب، وحتى انه حسيت ان الناس في الوقت الحالي في الزمن الراهن انه الناس بيبحثوا عن الابتسامه، يكفيهم بالاوضاع الذي عايشينها، فيبحثوا عن الابتسامه وعن السعاده، فحاولنا انه بقدر المستطاع بفني او بمهنتي او وظيفتي انه ادخل السعاده على اكبر عدد ممكن من الناس. طيب محبوب، ايش اول رسمه خلت الناس يعرفوك وخلت معك متابعين على السوشيال ميديا؟ اول رسمه طبعا هي كانت رسمتي انا، يعني بدات بنفسك؟ بدات بنفسي انا. أيوة. انا بدات بنفسي لانه حاولت، لانه زي ما قلت لك في البدايه انه كلمت واحد صديقي بدون ذكر الاسماء انه يرسمني فرفض، فاضطريت انه ارسم انا نفسي بنفسي بالحاصل ونشرتها على مواقع التواصل يعني بصفحتي في فيسبوك، وتقبلوها الناس واستمرينا عليها. جميل جدا. ورسمنا مشاهير وشعراء وكبار شخصيات يعني بالأمان. طيب بالنسبة لأصحاب الصور أيضا، الناس أنفسهم المتابعين كيف بتشوف تفاعلهم مع هذه الصور لما تنزل في لحظة انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو الذي جعلني أستمر تفاعلهم الإيجابي، لأنه حتى أنا نزلت منشور يعني كاستطلاع أشوف آراء الناس، إن كانوا موافقين نستمر استمرينا، وإن كان زعلانين أو ما عجبهمش المشروع أو الفكرة وقفناها. جيت والتفاعل مستمر وتفاعل زاد، يعني تقريبا حوالي 15,000 متابع خلال 10 أيام، يعني الناس تقبلوها وراسلوني ناس يعني إعلاميين كبار مخرجين شعراء متقبلين الفكرة، بس إنهم نصحوني إنه تحاول بقدر المستطاع إنك تتجنب التشويه الزائد، يعني على أساس ما تجرحش أحد، حتى انه انا اسمي الرسم الذي اقومه رسم كوميدي وليس ساخر، على اساس ما احد يزعل مني ويقول اني بسخر من الناس او استهزئ بناس. لا يعني محبوب بالامانه ما فيش واحد زعل منك وقال ليش ترسم نخرتي هكذا، ليش ترسم عيني هكذا؟ يعني تقريبا 5% من الذي زعلوا مش من اللي رسمتهم، لانه للمعلوميه انه انا اي رسمه بنزلها لازم استاذن من صاحب الصوره شخصيا. يا سلام. لازم ان انا استاذن منه شخصيا، ما نزلهاش الا بعد الموافقه، الا اعلاميين اللي ما قدرت اوصل لهم وعارف انهم بيتقبلوا الفكره نزلتهم بدون اذنهم، وانا عارف انه اصلا بيتقبل الفكره. يكون معاهم روح رياضيه يعني. ايوه، لكن في ناس اللي بيزعلوا من المتابعين حقهم ومن اصدقائهم اللي يدخل لك بالخاص واللي يدخل لك بالتعليقات، يعني تعليقات مسيئه وكذا، لكن انه دخل لي واحد رسمته زعلان، لا ما للان ما قد حصلت ولا اي واحد. طيب أنت تستخدم الأقلام الخشبية للرسم، هل تفكر أنه تنتقل استخدام التابلت والرسم باستخدام أدوات وبرامج وتطبيقات مخصصة؟ نعم إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله.
هي مختلفة طبعا وصعبة، يمكن مش بنفس سهولة استخدام، يعني مش حتواجه مشكلة، تحس انه حتنقل نفس الروح نفس الفكاهة في استخدام التكنولوجيا كمان. انا طبعا كنت بالبداية قبل سنتين كان برسم بالجوال، ارسم بالقلم بالجوال داخل الجوال، بس انه لان شاشة الجوال صغيرة مش زي اللابتوب او كذا ما تقدر تتحمل الصورة كامل، اضطريت ان انا ارجع للورق والقلم الرصاص العادي. ما في اذا احنا البعض يفكر انه عندي اقلام يعني مدري ايش، لا قلم رصاص عادي بريال سعودي يمكن هذا اللي هذا اللي ميزك يعني محبوب، البساطه وان الناس حست فعلا انك قريب منهم ببساطتك هذه. محبوب، ايش الذي يشجعك على الاستمرار بهذا الفن اللطيف الذي يمكن يعني مختلف يعني مختلف ويبعث الابتسامه والضحكه ويمكن يزعل شويه ناس؟ لا ما الزعل ما فيش، بس انه اكثر الناس تقبلوا الفكره، زي ما قلت لك الناس تقبلوا الفكره، يعني المنشور تحصل تفاعل والناس تبتسم، والماسنجر لو اقول لك عندي تقريبا من فوق 1000 رساله ما بتصدقي، كلهم بيطالبوا يدخل يقول لي ارسم مشوه بقدر المستطاع، شوه خلي احنا نبتسم خلي احنا نضحك. الناس بالزمن هذا الاوضاع اللي تمرها البلاد والشعب اليمني بالداخل بالخارج يبحث عن الابتسامه، يكفينا ما فينا، احنا نحاول نزرع الابتسامه وكل واحد بمجاله وبمهنته. طيب بالرغم انهم دخلوا ناس انتقدوني وخرجوني من المله وقالوا اننا مشرك واننا وحرام وكذا، قلنا لهم الحساب عند رب العالمين. فعلا هذا هو يعتبر فن، لكن انا حاب اعرف هل يمكن ان تستخدم هذا النوع من الرسم ل يعني لايصال صوت معين، مثلا قضيه معينه، قصه معينه، ام انك حابب تكتفي فقط في هذا الاسلوب اللي هو يعني للفكاهه فقط؟ لانه تعرف الفن لا ايضا تعتبر احد الادوات للتعبير عن يعني رسائل ومكنونات واشياء كثيره. لا انا اكتفي بالقدر هذا يعني بس رسما، لانه في ناس يعني اذا كان قبل فتره يراسلني احد المحامين بيقول لي بيقدم علي قضيه ومدري ايش، ليش قال انك بتشوه الناس؟ انا ما اشوه اي شخص يعني متعمد او اسخر من الناس او استهزئ، لا انا اوصل فكره، يعني فكره السعاده ادخل السعاده على قلوب الناس فقط، لكن انه نستهزئ ونمسخر باحد لا. فانا مكتفي انه يعني بالمجال الذي انا به يعني ندخل السعاده على قدر يعني على اكبر عدد من الناس فقط. طيب محبوب، من سعيد الحظ والرسمه القادمه اللي تفكر انك ترسمها؟ ممكن المخرج يطلعها عندك في الشاشه. هذه ودي يعني هذه الصوره الاخيره من كانت من مني الموافقه يا محبوب، مني انشرها، مني موافقه انا يا محبوب، معك الضوء الاخضر. طيب لا هذه كمان والله تشبهني، والله انها تشبهني تماما، يعني نفس الستايل يعني يعني هذه صراحه يعني 5-0 على الهواء فعلت لنا يا محبوب. ايوه بس اللهم العيون طالعه شويه برا بسيطه، بس عادي بنرجعها. لا حقيقي ابدعت في طريقه الرسمه، وانا بشوف نفسي وبحس انه في شبه كبير في الشعر وبطريقه فنيه، انا حبروزها وحسويها في غرفتي، يعني انا بجد بتكلم، انا هستخدمها يعني كرسمه. شكرا يعني على هذه البهجه اللي انت ساعدتني فيها، والله ما تخيلت نهائيا اني والله انك ضحكتنا يعني على الهواء فعلا، شكرا لك يا محبوب على هذه اللفته. وهذا هو هدفي اصلا، هو هدفي انه ندخل السعاده على الله يرضى عليك. شكرا شكرا لك محبوب الفنان محبوب الشبيبي، كنت معنا في ديوان بلقيس، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. شكرا.